طارق من مركب فوسفات في مدينة خريبكة، مباراة أولمبيك خريبكة والجيش الملكي برسم الجولة 19 من الدوري الوطني. يحضر معي السيد سعد دحان، مساعد المدرب مساعد لفريق الجيش الملكي. سي سعد، بداية مباراة اليوم، مباراة لفريق الجيش الملكي رحال مدينة خريبكة لمواجهة فريق أولمبيك خريبكة، وثلاث نقاط المباراة الماضية أمام أولمبيك أسفي ربما تكون حافز للاعبي فريق الجيش الملكي للتقدم في سلم الترتيب. أكيد أكيد، ثلاث نقاط في مدينة فاس على أسفي كانت مهمة ومهمة جدا. هذا يكون ماشي تحفيز، حيث طيلة الأسبوع اشتغلنا باش نزيدوا مازال نأكدوا ديك الصحوة اللي تعيشها الآن الجيش الملكي، وتنظن الفراقي كلهم يساينوا الجيش الملكي في هذا ما تبقى من البطولة. أما بما يخص أولمبيك خريبكة، أولمبيك خريبكة تنعرفوه، حنا تنعرفوه مزيان، درسنا فريق عنيد، فريق هذا، ولكن عندنا من الإمكانيات باش نرجعوا بنتيجة إيجابية إن شاء الله من هنا. ربما سي سعد، ربما الأخطاء الصغيرة اللي وقع فيها فريق الجيش الملكي في مباراته السابقة ضد أولمبيك أسفي، ربما هذا الأسبوع طيلة هذا الأسبوع الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي حاول يصلح ذوك الأخطاء باش ما يوقعوش فيها في مباراة اليوم. أيوة أكيد أكيد، الخطأ ملي تيكون انديفيديوال ما تقدرش تعرفوا. احنا اوروزمون تنحاولوا الدراري النيت، اشتغلنا على هادشي طيله الاسبوع ما باش ما اعطينا بما فيه الكفايه من الهدايا، ما بقاو هدايا عند الجيش دابا ان شاء الله. شكرا سي سعد دحان، مساعد مدرب فريق الجيش الملكي، شكرا لك، عوده اليك طارق.